إلى ذلك أحبط الجيش الوطني خلال الساعات الماضية عدة هجمات شنتها ميليشيا الحوثيين لاستعادة مواقع شمال محافظة لحج وجنوب محافظة تعز بعد معارك سقط فيها 25 قتيلا من الميليشيا. المعارك اندلعت إثر هجوم للميليشيا على مواقع في كرش بمحافظة لحج ومناطق أخرى تابعة للراهدة بمحافظة تعز باتت تحت سيطرة الجيش الوطني. وذكرت مصادر ميدانية أن 25 عنصرا من الميليشيا قتلوا وأصيب آخرون خلال الهجوم الذي صدته قوات الجيش. ولمزيد من التفاصيل والتطورات العسكرية في محافظة لحج وأيضا في تعز وخصوصا في الراهدة ينضم إلينا عبر الهاتف عنتر الصبيحي المتحدث باسم جبهة كرش. بداية أرحب بك معنا سيد عنتر، وعن آخر التطورات العسكرية في الراهدة، الآن قواتكم تتقدم تجاه الراهدة بعد تحرير المواقع الجنوبية أو المناطق الجنوبية في كرش وغيرها وشريجة أيضا، هل بالإمكان أن تطلعنا عن الصورة العامة للمواجهات العسكرية هناك؟ بالنسبة لجبهة الشريجة وجبهة كرش، تمكنت قوات الجيش والمقاومة من صد أكثر من 4 مرات هجوم تقوم به قوات الحوثي لاستعادة مواقع سيطر عليها الجيش والمقاومة وتكميدهم خسائر فادحة. كذلك يوم أمس تم إفشال هجوم كبير للحوثيين شمال الشريقة لاستعادة أحد المواقع هناك، لكن مدفعية الجيش تمكنت من استهداف تلك التعزيزات ومقتل أحد القادة التابع للحوثيين المتواجد أيضا، وكذلك صمود المقاومة والجيش وتأمين المواقع التي تم السيطرة عليها قبل أسابيع جعلتهم يعني هذه المواقع التي نعم سيد عنتر، هذه المواقع التي حررتموها خلال الفترة الماضية وخاصة جبل حمالة وجبل شيفان التي كانت معاركها ليست بالسهلة، الآن يحاول الحوثيون استعادتها ويعني إرفاد تعزيزات كثيرة لمحاولة السيطرة عليها مجددا، هل أمنتم هذه المواقع والمناطق لتحموها من أي تقدم عسكري للحوثيين؟ إن شاء الله، والدليل أن الحوثيين يحاولون في أقل من أسبوع أكثر من 4 مرات يحاولون استعادة تلك المواقع، لكن صمود الجيش والمقاومة تكسر الهجوم تلو الآخر، وتلقتهم دروسا تلو الدرس الآخر أيضا ومقتل العديد منهم. نعم، إذن أنتم خلال الفترة الماضية والمواقع التي حررتموها، لأنها كانت مسافة ليست بسيطة وخاصة من خلال العوائق التي يضعها الحوثيون كالألغام والعبوات الناسفة، استطعتم تأمينها بشكل كامل وضمان عدم عودة الحوثيين إليها حتى وإن دفعوا بأي تعزيزات عسكرية؟ إن شاء الله قواتنا والقوات الجيش والمقاومة وكذلك الحزام الأمني والمواقع التي تم السيطرة عليها تم تأمينها، كذلك تم استخراج أعداد كبيرة من الألغام وعبوات ناسفة زرعت في تلك المواقع. طيب، هذه الألغام والعبوات الناسفة التي يزرعها الحوثيون هل تعيق كثيرا تقدمكم في الميدان وخصوصا تجاه الراهدة، خاصة وأنتم أعلنتم قبل فترة إطلاق العمليات العسكرية لتحرير مناطق الراهدة من الحوثيين؟ إن شاء الله، هي العائق الكبير أمام الجيش والمقاومة هي الألغام والعبوات الناسفة التي يتم زرعها، كذلك هناك خطة تستند إليها قوات الجيش والمقاومة والحزام في التقدم. طيب، إذا لماذا يعول الحوثيون كثيرا على يعني نستطيع أن نقول هجمات انتحارية يقوم بها الحوثيون لاستعادة المواقع التي خسروها الأيام الماضية والقيام بهجمات ضد مواقع للجيش الوطني، ما هو الغرض من ذلك وهم يعرفون أنهم يعني سيندحرون في النهاية وربما يسقط كثير من ضحاياهم نتيجة هذه الهجوم الذي يقول بعض بأنها انتحارية في النهاية؟ الحوثيون يحاولون استعادة المواقع الاستراتيجية مثل جبل شيفان وجبل حمالة الذي تطل على الخط العام، لذلك هم يسعون إلى السيطرة عليها
حتى لا تتمكن قوات الجيش والمقاومة من البدء في انطلاق عملية تحرير الراهبة، لكن الجيش والمقاومة وصموده أمام الهجمات التي تقوم بها قوات الحوثي لاستعادة تلك المواقع تفشل. طيب، هناك أيضا مخاطر على المناطق السكنية جراء تواجد الحوثيين في بعض المناطق المهمة، وتحديدا في جبل شيفان الذي يتمركز الحوثيون في بعض أجزائه. قاموا مؤخرا بإطلاق قذائف على مدينة طور الباحة وتحديدا جوار مدرسة خديجة. يعني لماذا لا يتم تأمين هذه المناطق بشكل كامل لضمان عدم قيام الحوثيين بقصفهم للأحياء والمناطق السكنية؟ جبل شيفان هو سقط الآن، تم سيطر عليه من قبل الجيش والمقاومة كاملا. الحوثيون الآن هم متمركزون في أطراف قرية السعي فقط، لذلك هي تقوم باستهداف المدنيين واستهداف القرى بسبب خسارتها وبسبب قصفها الهستيري لفشلها في إحراز أي تقدم أو استعادة مواقع لها. نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم جبهة كرش عنتر الصبيح، وكنت معنا عبر الهاتف.